معانا الأستاذ مؤمن من طنطا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، أنا كنت عايز أستفسر، بس أنا نويت إن أنا أضحي السنة دي إن شاء الله. يلا توكلنا على الله. وبس أنا يعني مهنتي ما ينفعش إن أنا فيها أربي دقني أو كده، فأنا لازم إن أنا أحلق دقني ولازم إن أنا أقص من ضوافري دايما. ده من السنة، هل يجوز؟ ده من السنة وليس واجبا، يعني أضحيتك مش هيحصل حاجة، ولكن ده من السنة إن أنت تتشبه بالحجيج لما تعمل الأضحية. فإذا كان ده مش هتقدر تعمله، إن أنت لازم تعمل كده سواء عشان مهنتك أو سواء لأي سبب آخر، فده من السنة، فيجوز لك إن أنت تحلق وتقص ضوافرك، وده مش هيأثر على صحة الأضحية إن شاء الله.